الجزائر وقعت على هذه الاتفاقية، ولدينا اليوم 7 معالم مصنفة ضمن التراث الثقافي العالمي. قصبة الجزائر صنفا مميزا من المدن الإسلامية ومعقل للذاكرة والتاريخ، وتركيبة عمرانية تقليدية فريدة من نوعها، صنفت سنة 1992. جميلة أو كويكول تعد مثلا رائعا عن العمران الروماني في موقع جبلي، صنفت سنة 1992. تينغاد هي الأخرى تعد مثلا للعمران الروماني، صنفت سنة 1982. تيبازا تحوي على مجموعة فريدة من الآثار الفينيقية والرومانية، صنفت هي الأخرى سنة 1982. وادي مزاب هندسة معمارية متناسقة وجذابة ألهمت العديد من المختصين، صنفت سنة 1982. تاسيلي ناجر تحتضن واحدة من أهم المواقع الرسوم والنقوش الحجرية في العالم، صنفت سنة 1982. وأخيرا قلعة بني حماد، وهي أول المعالم المصنفة في الجزائر، تعطينا صورة أصيلة لمدينة إسلامية محصنة، صنفت سنة 1980. تختزن الجزائر تراثا ثقافيا وسياحيا لا يقدر بثمن، فكل منطقة منها هي ملتقى الحضارات. الأعياد المحلية تعكس شخصية أهل المنطقة المتمسكة بعاداتها وتقاليدها، وهي مناسبة للتعريف بالفولكلور الشعبي، الرقص والموسيقى، الطبخ التقليدي، الفروسية والبارود، الشعر الشعبي، الصناعة التقليدية والتي تشمل هي الأخرى على اللباس، الحلي والمجوهرات، الفخار، كلها تستوحي أسرارها من تاريخ منطقتها. اليوم علينا أن نهتم أكثر بتراث بلدنا، لأنه إذا لم نحافظ عليه فإنه سيزول، وإذا زال فإننا حينئذ مسحنا هويتنا للأبد.